أهلا بكم مشاهدينا لجولتنا في السوق لهذا اليوم، نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها. التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 7.8% في مايو على أساس سنوي. الإمارات توافق بشكل نهائي على استحواذ أوبر تكنولوجيز على منافستها كريم. أهلا بكم في تفاصيل. قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في أبريل، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلع مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وفي وقت سابق من اليوم قال الجهاز المركزي للتابعة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1% على أساس سنوي في مايو من 13% في أبريل. قالت أوبر تكنولوجيز إن وزير الاقتصاد الإماراتي أصدر موافقة كاملة للمضي قدما في استحواذ الشركة على شركة كريم. وأفادت تقارير صحفية في مارس أن أوبر للنقل التشاركي ستتقدم بعرض للاستحواذ على كريم مقابل 3.1 مليار دولار. أظهر مسح اليوم الاثنين ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في مايو بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2014. ارتفع مؤشر مديرية المشتريات بالإمارات والذي يغطي قطاعي الصناعات التحولية والخدمات إلى 59.4 نقطة في مايو من 57.6 قبل شهر. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى النمو ودونها إلى الانكماش. وقال معدو المسح إن قوة الطلب في السوق ونشاط التسويق والبدء في مشروعات جديدة كلها عوامل أسهمت في الزيادة الأخيرة. هذا وتتوقع الشركات بشكل كبير أن يستمر النمو خلال العام المقبل. وبالعودة إلى مصر، وبيان البنك المركزي بشأن تراجع مستويات التضخم في مايو، تنضم إلينا من القاهرة الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب. مرحبا بك معنا سيدة رانيا عبر شاشة الغد. في البداية لو توضح العوامل التي ساعدت على تراجع معدلات التضخم وفقا لبيان البنك المركزي المصري خلال شهر مايو. مساء الخير واهلا بحضرتك. خلينا نقول بس ان بيانات التضخم تراجعت، ولكن بيانات التضخم اللي مش بتشمل اسعار الوقود والغذاء اللي ارتفعت خلال هذا الشهر مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي، وده بيرجع ان احنا خلال شهر رمضان الكريم ارتفع الطلب على المواد الغذائيه والملابس الجاهزه وبعض المنتجات الاستهلاكيه، ولكن بصوره عامه نتيجه حاله الركود المتواجده وانخفاض معدلات التصنيع خلال هذا الشهر، فانخفضت معدلات التضخم الأساسية، وده يمكن السبب في النتائج اللي تم طرحها من جانب البنك المركزي. كيف يفهم المواطن والمشاهد عند المتابعة؟ هناك بيان من البنك المركزي المصري وبيان آخر من الجهاز التابع العامة والإحصاء، كيف نفهم الفرق بين البيانين وهذه النسب أيضا؟ لا، هي في نوعين من التضخم بيتم الإعلان عنهم. هو نوع من التضخم بيقيس معدلات التضخم بصورة عامة، التضخم بصورة عامة في مصر، وفي نوع الآخر وهو بيقيس معدلات التضخم مع عدم حساب ارتفاع أو تحركات أسعار الوقود والطاقة والمواد الغذائية اللي هي المواد الأساسية، فبالتالي هو ده اللي بيسبب حالة لغط ما بين النسبتين. ولكن بصورة عامة خلينا نقول إن الارتفاع اللي حصل في المواد الغذائية دايما بتبقى نسب طفيفة وبتبقى محسوبة، وخلينا نتوقع كمان معدلات التضخم للشهر القادم إن احنا بنتوقع، وده أمر محسوب في حسابات متخذي القرار، ارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير، وده هيرجع إلى رفع مستويات
الدعم أو رفع الدعم عن المنتجات البترولية والطاقة، وده أمر مخطط ليه من جانب الحكومة المصرية، وكان مفروض بيتم بدايته مع السنة المالية، وده فعلا اللي احنا متوقعينه. رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية والطاقة ده هيكون ليه تأثير بصورة عامة على معدلات التضخم المتوقعة خلال الشهر القادم. في ضوء تلك التوقعات، كيف تتوقعين أن يتعامل البنك المركزي المصري وصناع السياسة النقدية مع ارتفاع مستويات التضخم ومعادة الارتفاع من جديد بعد هذه الإجراءات؟ طيب خليني أوضح أمر هام جدا، أن ارتفاع معدلات التضخم زي ما أنا ذكرت لحضرتك هو أمر محسوم أو تم اتخاذه مسبقا في الحسبان من جانب وضع القرار وخاصة السياسة النقدية للبنك المركزي، وده قلنا بيرجع لعدة عوامل معروفة ومتوقع أن تأثيره هيكون على المدى القصير، ولكن في الصورة الأكبر والأهم هي الأحوال العالمية والقرارات العالمية اللي بتتخذها البنوك المركزية العالمية اللي لجأت أغلب هذه البنوك وخاصة في بعض الدول الناشئة إلى خفض معدلات الفائدة من أجل تشجيع مناخ الاستثمار، وخاصة أيضا لما تم الإعلان عنه من جانب الفدرالي الأمريكي بتوقعات خفض معدلات الفائدة خلال هذا العام مش مرة يمكن كمان مرتين، فده هيعزز من اتجاه البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بخفض الفائدة خلال اجتماعه القادم. وخليني كمان أقول إن اللي هيعزز القرار ده هو انخفاض الدولار أمام الجنيه، وده هيؤدي إلى امتصاص نوع من التضخم أو امتصاص نسبي إلى معدلات التضخم المتوقعة عن رفع الدعم خلال هذا الشهر. شكرا جزيلا الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب، كنت معنا عبر شاشة الغد من القاهرة. دمرت سنوات الحرب الطويلة في اليمن شبكة الكهرباء في البلاد ودفعت الكثير من السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية، لكن الألواح الشمسية اللازمة لتوليد الكهرباء باتت مكلفة للغاية بالنسبة للبعض. لطالما شكل الحصول على الطاقة أزمة في اليمن، لكن ما تشهده البلاد من شح الطاقة وصعوبة الحصول على الكهرباء خلال السنوات الماضية كان أشد وطأة على المواطنين في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، وهو ما دفع معظم المقتدرين ماليا إلى اللجوء لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية التي باتت تنتشر على أسطح معظم المنازل. عبد الغني نعمان موظف حكومي لجأ إلى ألواح الطاقة الشمسية لإضاءة منزله رغم تكلفتها العالية بعد أن تسببت الحرب في اليمن في خروج غالبية البنية التحتية للكهرباء من الخدمة. نغير بكل سنة بطارية عن السنة الأولى تشتري ب20,000، السنة هذه تشتري ب40,000. طبعا الوضع الاقتصادي مدهور، لا رواتب، لا يعني الوضع صعب جدا. التكنولوجيا الشمسية التي يستخدمها اليمنيون كغيرها يتم استيرادها من الخارج، ومع ارتفاع الطلب على تكنولوجيا الطاقة الشمسية خصوصا خلال شهر رمضان الماضي ارتفعت أسعار تلك المنتجات لمستوى قياسي. الإقبال المتزايد لعدد سكان بحجم أبناء اليمن أدى إلى نسبة الارتفاع، ضف إلى ذلك الأعباء الكبيرة المضافة من الجمارك ومنافذ إدخال هذه البضائع زادت بالنسبة، ضف إلى ذلك محدودية المنافذ البحرية والجوية التي تغذي احتياجات المواطنين في الداخل اليمني، هذا كله ضاعف، بالإضافة إلى ذلك جشع وطمع التجار والقائمين على استيراد هذه الوسيلة الهامة. وخلال معظم سنوات الحرب فقد الريال اليمني قيمته، ما تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع ومنها أسعار الكهرباء. وينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء المحلل الاقتصادي أحمد سعيد الشماخ. مرحبا بك معنا سيد أحمد عبر شاشة الغد. في البداية، كيف ترى واقع أزمة الطاقة والكهرباء في اليمن وما تضيف من أعباء على المواطنين؟ الله صلاة وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. انا اشكر طبعا قناة الغد لاهتمامها الكثير يعني بالاوضاع المعيشية للمواطنين وايضا بالاوضاع الاقتصادية. طبعا يعني نجاح اليمن خلال هذه المرحلة مرهون في ادارة موارد الاقتصادية والمتنوعة وفي انشطتها المختلفة، وهذا مرتبط ارتباط وثيق بمدى قدرتها في توجيه السوق
ودور الدولة في إيقاف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي وفي تحسين أيضا مستوى الطاقة والتي منها أيضا الطاقة البديلة والطاقة الكهربائية. حصل اليوم ان يعني مع في ظل اقتصاد الحرب ان معظم اليمنيين ويعني اتجهوا الى الطاقه البديله اللي هي الطاقه الشمسيه بالمقام الاول، يعني وصلت نسبتها تقريبا الى اكثر من 80% تقريبا. نعم. من المواطنين، غير ان هذه الطاقه يعني لا يمكن وصفها الا بانها طاقه متخلفه، وايضا يعني نتيجه السياسات غياب السياسات الاقتصاديه الموجوده، لان الطاقه هي المحرك الرئيسي للاله الصناعيه، ويعني الحكومات القائمه الان لا تهتم كثير يعني في موضوع الطاقه، رغم ان اليمن يعتمد في كل احتياجاته على الخارج يعني ربما بنسبه اكثر. سيد احمد، كيف تاثرت قطاعات الاقتصاد بهذه الازمه؟ نعم، كيف تأثرت قطاعات الاقتصاد اليمني بهذه الأزمة؟ طبعا القطاعات الاقتصادية يعني هي دمرت بفعل الحرب والمواجهات المسلحة، إما يعني سواء بالطيران الحربي والمواجهات على أول المواجهات على الأرض. الآن يعني مثلا قطاع البناء والتشييد يعني تراجع يعني إلى أكثر من 90%. نفس الكلام قطاع السياحة، قطاع الكهرباء يعني توقف تماما، يعني وهو كان أيضا في قبل ما قبل فترة الحرب كان يعاني من مشاكل كثيرة يعني نتيجة الفساد القائم يعني اللي كان موجود في المؤسسات وما الذي لا زال حتى اللحظة هذا الفساد قائم. فأنا أقصد يعني أنه يعني ليس هناك يعني رغبة يعني من قبل القيادات الموجودة في الأول الحكومات القائمة في إصلاح أو في تحسين الوضع المعيشي وخصوصا للمواطنين اليمنيين. السياسات الاقتصادية يعني رخوة وغير يعني مرتبة، يعني الآن ما يستخدمه من الخارج من ألواح للطاقة الشمسية هي طاقة متخلفة، ربما أنها لا تتلائم ولا تتوافق مع المنظومة مع الشمس القائمة الموجودة في اليمن أو مع الحزمة الضوئية الساقطة على اليمن، وفي نفس الوقت غالي يعني مرتفعة جدا جدا لا تتناسب والدخل المعيشي لليمن. لكن المواطن في هذه الحالة هو يكتفي، يعني كثير من اليمنيين ليس لديهم طاقة، وأيضا والموجودين يكتفي بأنه يعني ببعض اللمبات التي تمشي معه إلى ما يعني بعد العشاء إلى الساعة 11 بالليل إلى المساء، وما يسري الدخول لديهم طاقة يعني جيدة يعني لا لا لا, لا بأس بها. فيفترض الآن أنه يعني الآن الحكومة هي بتتحدث على أنه هناك يعني إصلاحات يعني في مجال الطاقة الشمسية، على اساس انه في توجه لتحريك الاله الصناعيه عبر الطاقه البديله اللي هي الطاقه الشمسيه او سواء كان بحراره الارض او بحراره الرياح. نعم، اشكرك جزيلا، شكرا للمحلل الاقتصادي احمد سعيد الشماخ، كنت معنا عبر شاشه الغد من اليمن. إذن متواصلون معكم في جولتنا في السوق من قناه الغد في القاهره وتتابعون فيها. روسيا لم تحدد موقفها من اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك. أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن روسيا هي الوحيدة الباقية التي لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام. أضاف الفالح والذي يزور موسكو حاليا أنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا. انضم الينا من موسكو المحلل الاقتصادي دكتور رامي القليوبي، مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشه الغد. اشارات متناقضه بشان التزام روسيا باتفاق خفض الانتاج في اطار اوبك بلس، كيف نفهم عدم وضوح الموقف الروسي من الاتفاق حتى الان؟
وفي الواقع موقف روسيا لم يتضح بعد، لأن روسيا تريد زيادة إنتاجها من النفط من جانب، ولكنها لا تريد في نفس الوقت أن تتراجع الأسعار إلى مستويات غير مقبولة بالنسبة إلى ميزانيتها. وهذا كان واضحا من تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير المالية أنتون سيلوانوف، اللذان أكد أنه أن النفط قد ينخفض إلى 40 بل 30 دولارا ما لم يتم إيجاد آلية لتمديد اتفاق النفط. وفي حال تراجع النفط إلى ما دون 40 دولارا فهذا الرقم سيكون كارثيا على الموازنة الروسية، لأنه سيسبب لها عجزا وستضطر للإنفاق من احتياطاتها الدولية. أي آلية يقصدها نوفاك دكتور رامي؟ يعني هناك الاتفاق وعلى ما يبدو حرص سعودي على تمديد الاتفاق كما هو في إطار أوبك وأوبك بلس. يعني هو المقصود بتعديل الاتفاق أن يتم وضع آلية طويلة الأجل للتحكم في حجم الإنتاج، سواء بالزيادة أو بالخفض، وربما يتم الإبقاء الآلية كما هي أو ربما استحداث آليات جديدة لداخلها حتى تكون أكثر مرونة، حتى تخفض روسيا من حصتها في خفض الإنتاج. أمام هذه التحديات على ما يبدو اجتماع صعب ينتظر مجموعة دول أوبك في الاجتماع المقبل. يعني موقف إيران بعد إلغاء استثناءات استيراد النفط الإيراني ورفضها أيضا تأجيل الاجتماع، كيف يؤثر في خيارات أوبك؟ في الواقع هذا لن يؤثر كثيرا، لأن منطقة الخليج وإيران قد تجاوزت المرحلة الأكثر توترا، ووقعية وقوع حرب الجديدة في الخليج قد تراجعت. والآن المسألة الرئيسية ليست متعلقة بإيران وإنما بالصين، في ظل الحروب التجارية الشرسة التي تحودها واشنطن وبكين والتي تنظر بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وهذا ما تحدث عنه وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أوريشكين أمس خلال اجتماع وزراء الاقتصاد لمجموعة الدول العشرين في اليابان. فتباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤثر على روسيا، لأنه سيؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي على روسيا كونها من أكبر مصدري النفط في العالم. ما هي حدود هذا التأثير إذن دكتور؟ وكيف أيضا سيضيف من التحديات أمام مجموعة أوبك وأوبك بلس؟ هو تحديات هذا التباطؤ ستكون كبيرة، لأنه نحن نلاحظ أنه خلال الفترة الماضية النفط تراجع بنسبة 20% تقريبا، وفي تعاملات الأسبوع الماضي حدث أنه انخفض إلى دون 60 دولارا للبرميل، بينما المستوى المقبول لروسيا هو 60-65 دولارا وفق ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء فعاليات منتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي. فبالتالي أوبك تواجه تحديا كبيرا لمواجهة هذه الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية للحفاظ على مستويات أسعار مقبولة للنفط. أشكرك جزيلا الشكر دكتور رامي القليوبي، كنت معنا عبر شاشة الغد من موسكو. شكرا لك. شكرا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، هدد بإعادة فرض رسوم جمركية على المكسيك إذا لم يصدق البرلمان المكسيكي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين. في الشهر الماضي هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية اعتبارا من اليوم، وسترفع رسوم شهريا حتى تبلغ 25% في أكتوبر ما لم توقف المكسيك الهجرة الغير شرعية عبر حدودها. ويوم الجمعة الماضي تقرر التراجع عن الرسوم بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك التوصل إلى اتفاق بينهما بشأن الهجرة. انكمش اقتصاد بريطانيا بشكل حاد في أبريل بعد أكبر تراجع لقطاع إنتاج السيارات، وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد ككل انكمش ب 4.1% في أبريل بعد تراجع بنسبة 1.1% في مارس،
وتباطأ النمو في 3 أشهر حتى أبريل إلى 0.3% من 0.5% في الربع الأول من العام الجاري، وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات معظم المحللين. هذا وتباطأ معدل النمو السنوي إلى 1.3%. أفادت مصادر مطلعة أن شركتي صناعة السيارات رينو الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية تبحثان سبلا لإحياء خطة اندماج بينهما وضمان موافقة نيسان موتور اليابانية الشريك المتحالف مع شركة صناعة السيارات الفرنسية. وقال مصدران مطلعان إن نيسان بصدد حث رينو على إجراء خفض كبير في حصتها فيها والبالغة 43.4% مقابل دعم خطة اندماجها مع فيات كريسل. وفي وقت سابق قال وزير المالية الفرنسي برونو لوميغ إنه من الضروري الحفاظ على التحالف بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان موتورز اليابانية، والذي يرى أنه أفاد شركة صناعة السيارات الفرنسية. هذا وتملك الحكومة الفرنسية 15% من أسهم رينو، والتي بدورها تملك 43% من نيسان. بهذا نصل إلى ختام جولتنا في السوق، قدمناها لكم من قناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها. التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 7.8% في مايو على أساس سنوي. الإمارات توافق بشكل نهائي على استحواذ شركة أوبر على شركة كريم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ودمتم دوما في أمان الله. إلى اللقاء.